حتى العاشرة والنصف ظهرت مدرجات صالة 22 مايو خالية تماماً من المشاركين في احتفالية الذكرى 30 لتأسيس المؤتمر، واقتصر الحضور على بضعة صفوف وسط القاعة مقابل منصة الحفلة، كما نقلت ذلك على الهواء مباشرة القنوات الموالية للرئيس المخلوع. وبعد أقل من ساعة عادت كاميرات نفس القنوات لتنقل مشهداً مختلفاً تظهر فيه المدرجات شبه ممتلئة بمواطنين من العامة، وكأنهم كانوا على اتفاق بالحضور في توقيت واحد، وبتأخر ساعة كاملة عن حضور القيادات المؤتمرية والشخصيات العامة. وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الفعاليات السياسية والحزبية باليمن، مما يؤكد وبشكل قاطع أحاديث شهود عيان من داخل صالة الاحتفال وخارجها عن إحضار آلاف الجنود من معسكرات الحرس الجمهوري القريبة من الصالة وإجبارهم على المشاركة في الاحتفال بزي مدني. وفي سابقة أخرى تشهدها فعالية المؤتمر الشعبي العام، فقد قاطع فعالية اليوم أمين عام المؤتمر النائب الأول للحزب المشير عبد الرب منصور هادي، ومعه عدد من قيادات المؤتمر وجميع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، مما أدى إلى تأخير الافتتاح إلى ما قبل أذان الظهر بدقائق واختصار برنامج الفعالية إلى النصف. النائب الثاني لرئيس الحزب الدكتور عبد الكريم الإرياني توقف عن مواصلة إلقاء كلمته في سطورها الأولى بسبب نوبة سعال داهمته فجأة بينما كان أغلب الحاضرين داخل الصالة ومتابعي الحفل على شاشات التلفزيون يترقبون ما سيقوله أدهى سياسي عرفته اليمن منذ ثمانينات القرن الماضي. وبمجرد أن توقف الإرياني قام الأمين العام المساعد سلطان البركاني بإلقاء كلمة تقديمية مطولة لكلمة رئيس المؤتمر تخللتها عشرات كلمات التمجيد والمديح التي لم ترق للكثير من القيادات والقواعد المؤتمرية. رئيس اليمن المخلوع حديثاً ورئيس المؤتمر حالياً ألقى كلمة استمرت لحوالي 40 دقيقة خصص معظمها لمهاجمة بعض الأطراف السياسية كأحزاب اللقاء المشترك ورئيس الوزراء باسندوة، كما هاجم دولة قطر وما أسماها المؤامرات الدولية لتقسيم اليمن. وكان من الفقرات اللافتة في كلمة صالح تحريضه للمؤتمريين ضد من قال أنهم يعملون على إقصائهم من سلطاتهم ووظائفهم في الدولة، وأكد أن عليهم الاستعداد بكل قوة للقادم الأخطر من الحاضر والماضي. جدد التجمع اليمني للإصلاح التأكيد على موقفه الداعم للقضية الجنوبية وتأييده للحراك السلمي ومتابعة قضاياه. ونفى رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان المعمري في تصريحات أوردتها صحيفة اليقين انفراد حزبه بأي موقف إزاء قضيتي صعدة والجنوب، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الإصلاح لن ينجر إلى قضايا صراع مع أي طرف. وطالب المعمري حكومة الوفاق الوطني إلى تنفيذ ما التزمت به أمام مجلس النواب في برنامجها بمعايير محددة وثابتة في التعيينات والتدوير الوظيفي، والتعامل بجدية مع الخارجين عن القانون الذين يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار، داعياً الحوثيين إلى الابتعاد عن نهج العنف الذي يتعارض مع السلوك السياسي والديمقراطي وتشكيل حزباً سياسياً للمشاركة في الحياة السياسية. كما طالب رئيس سياسية الإصلاح الرئيس هادي باتخاذ قرارات حاسمة لإقالة من تبقى من المسؤولين المحسوبين على الرئيس المخلوع في المواقع العسكرية والأمنية الذين يشكلون عقبة حقيقية أمام إنجاز بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. رحب مجلس التعاون الخليجي بالقرارات والخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين كافة القوى اليمنية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأعرب المجلس الخليجي في اجتماعه الوزاري الذي اختتم أعمال دورته مساء أمس بمدينة جدة السعودية
عن أمله في تكاتف الجميع لإنجاح المرحلة الانتقالية في اليمن، مرحباً في السياق ذاته بمؤتمر المانحين لليمن المقرر عقده في 4 و5 من سبتمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض لدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن. ودان مجلس التعاون التفجيرات الإرهابية الآثمة التي يتعرض لها اليمن مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية اليمنية التي كشفت عن شبكة تجسس خارجية تستهدف زعزعة أمن اليمن واستقراره. شكلت اللجنة الفنية للحوار الوطني لجنة مصغرة لصياغة مسودة برنامج عمل مؤتمر الحوار، والذي كانت بدأت مناقشته خلال اليومين الماضيين. وتشكلت لجنة مسودة البرنامج من كل من الدكتور صالح باصرة وأحمد شرف الدين وعبد الوهاب الآنسي وأمل الباشا والدكتور أحمد عوض مبارك ورضي المتوكل، على أن تنتهي من إعداد المسودة وعرضها للنقاش واعتمادها في اجتماع اللجنة السبت المقبل. وناقشت اللجنة في اجتماعها الأحد قضايا الجنوب وصعدة وصياغة الدستور وهوية الدولة وشكل النظام السياسي وهيكلة القوات المسلحة والتي الأمنية وتمكرزة المجتمع المدني من خلال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والفقر وأصلاح القضاء ومشاركة النساء في الحياة العامة وفي مواقع صنع القرار بنسبة 30% لحد أدنى وحماية الفئات المستضعفة وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين والمناطق المحرومة كتهامة وعدد من المحافظات، وكذلك برامج التنمية الاقتصادية والاستثمار وضمان حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات وقضايا القانون الإنساني المتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات وتوفير الاحتياجات الإنسانية والعودة الآمنة والعدالة الانتقالية المتوافقة مع المعايير الدولية وإلى آخره من القضايا ذات الأهمية والحساسية الوطنية. أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال الانتهاء من عملية إصلاح أنبوب الغاز وعودة محطة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى العمل منذ الأيام الأخيرة لشهر أغسطس بعد تعرضه لهجوم تخريبي الأسبوع الماضي. والخط الذي هوجم يوم الثلاثاء الماضي بمديرية جردان بشبوة يمتد 320 كيلومتراً ويمد بالغاز محطة بلغت تكلفة إنشائها 4.5 مليار دولار، وقد هوجم عدة مرات من قبل مسلحين يعتقد أن لهم صلة بتنظيم القاعدة. وتدير مجموعة توتال الفرنسية مرفأ تصدير الغاز المسال اليمني قرب بالحاف على خليج عدن، وتتجه معظم إمداداته إلى مشترين في شرق آسيا. وافتتحت منشأة بالحاف عام 2009 وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 6.7 مليون طن. سجلت محطة الرصد الزلزالي بذماري أمس الأحد هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في البحر الأحمر. وقال نائب رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين المهندس صالح المفلحي إن محطات الرصد الزلزالية حددت موقع هذه الهزة في وسط البحر الأحمر بين خط طول 31.40 شرقاً وخط عرض 23.17 شمالاً، وحدد عمق البؤرة السطحية لهذه الهزة 10 كيلو متر عن سطح الأرض، مؤكداً أن هذه الهزة وغيرها دائماً تحدث في مناطق متعددة من الجمهورية سيما الواقعة في الجزء الغربي من اليمن الموازي للبحر الأحمر وجميعها لا تسبب أي أضرار.